راح أبلش بالمحاضرة. أوكي، ترى عدد قليل، علي عدد قليل، أبدي. أوكي، لا عدد قليل، إيه العدد قليل، شو أسوي؟ انت ترى غير إيش قاعد أنتظر؟ يعني ما لحق أعطيك كل المعلومات، بعدين إيش بس أعطيك إياها مكتوبة؟ لا غلط هيك. اي، مو انتوا على مودكم، يعني انتوا الحاضرين بالعكس لازم تستفيدون من الوقت، ما عندي مشكله، وقت يخلص اكو محاضره بروستك وراي، تعرف اني راح من وقتي هسه ثلث ساعه. هذا اوكي، يعني سيجي بعدين دكتور مضر، يجي دكتور مضر بعدين، شلون مو دكتور مضر يعطيكم محاضره؟ يمكن يعدنا بروس ورا هاي. اي يلا، عيني حنبلش. هسه ايش قد صار العدد؟ 40 هي ساعتكم 40، وينهم؟ قاعدوهم نايمين عيني. ده قلت ليش لا زين، صاروا 46، راح ابلش عيني خلاص بعد، لانه ثلث ساعه كل شويه راح من وقتي. وجود مورنينج من جديد، ويلكم اجين تو اورثو كلاسز. تتذكرون السنه الماضيه كنا عندنا لاب مجرد نشتغل واير بندنج، السنه ان شاء الله راح تفوتون العيادات. العياده راح نفتهم شنو الاشياء اللي نسويها، شلون نشخص البيشنت شنو يحتاج. فمحاضرتنا اليوم راح تكون عن الدايجنوستيك ايدز، يعني وسائل التشخيص، كيس بريزنتيشن او العفو كيس هيستوري اللي هو حاله المريض، كل المعلومات اللي تخصه، والكلينيكال اكزامينيشن. قبل لا ادخل لهذا الموضوع وشلون احنا راح نستقبل المريض بالعياده، اريد اسوي لكم شويه ريفرشمنت عن المعلومات اللي اخذناها العام، حتى نربط المعلومات اللي اخذناها العام بهالسنه. اذا تتذكرون الاوكلوجن شنو هو؟ It is the relationship in which the maxillary and the mandibular teeth come together. بس بشرط شنو؟ We are closing eccentric relation. يعني شنو closing eccentric relation؟ يعني ال head of the condyle قاعد بالجلينويد فوسه. هسه انتم من تجون تفحصون البيشنت، وانتم اكيد شفتوا العام بالرابع لما تقول له سد، من يسد دائما يقدم الماندبل. فاحنا لا، نريد انه يسد بالسنتريك ريليشن حتى نشوف الاوكلوجن مالته. زين، اذا تتذكرون انواع الاوكلوجن، كان عندنا الايديال اند نورمال اوكلوجن. الايديال اوكلوجن طبعا هذا ريرلي وي كان سي ات. It is a hypothetical concept and a standardized goal. كل الناس، كل الناس، ولا هسه التجميل وابتسامة هوليود وما اعرف من، كلها تريد ال ideal occlusion. بالطبيعة rarely we can see it. Normal occlusion, it is a slight deviation from the ideal occlusion, but it is aesthetically acceptable and functionally stable. شنو معنى هذا الكلام؟ معناها انه النورمال اوكلوجن يعني مثلا اكو فد خلل بسيط بالاسنان، مثلا هاي دا نشوفها هسه احنا هنا الصوره، اكو سبيسنج هنا ليتل سبيسنج، هذا اكسبتبل، هذا نقدر نعتبره نورمال، بس هو يعتبر ما يعتبر ايديال ولا يعتبر مال اوكلوجن، يعتبر نورمال اوكلوجن. فانه هو استاتيكلي اكسبتبل وما ياثر على الفانكشن نهائيا، هذا النورمال اوكلوجن. On the other hand, the mal occlusion, it is the misalignment of teeth or incorrect relation between the upper and the lower teeth. يعني يا اما هو اكو فتخربطه بالاسنان بالارش الواحد، مثلا اكو crowding او spacing, general spacing, I mean spacing more than one space in the teeth, for example in the maxillary, in the maxillary or mandibular teeth, او التيث بالمانزلة قاعده بحدها كلش حلو وبالماندبل قاعده كلش حلو، بس الريليشن بيناتهم، الريليشن بينهم مو طبيعي. هو هذا نسميه المال اوكلوجن. اللي عنده سؤال يسالني، اللي عنده سؤال يسالني. هسه احنا كل هاي مراجعه المعلومات اللي اخذناها العام. اذا تتذكرون العالم ادوارد انجل والكلاسيفيكيشن، انجل كلاسيفيكيشن على اسمه، هو الفاذر اوف مودرن اورثودونتكس، هو اللي نطى هذا الترم المال اوكلوجن. مال اوكلوجن معناه بالضبط الباد بايت.
على اي اساس اعتمد انجل انجلز كلاسيفيكيشن؟ اعتمدوا على الابر 6 او الابر فيرست بيرمننت مولار. هنا عندنا الميزيو بوكال كاسب اوف ذا ابر 6 شود بي ارتكوليت وذ ذا بوكال جروف اوف ذا لوور 6، هذا نسميه كلاس 1. لكن اذا الميزيو بوكال كاسب تقدم عن هذا الجروف راح يصير كلاس 2، واذا تراجع ديستالي راح يصير كلاس 3. بس احنا هذول كل الكيسات اللي عندي بالصوره كلها كلاس 1، لكن شوف شنو عندي هنا. انا عندي كراودنج الكناي صاعد فوق، بس هو كلاس 1 مال اوكلوجن، كلاس 1 مال اوكلوجن. هنا عندي كروس بايت كلاس 1 مال اوكلوجن وذ انتيرير كروس بايت. محاضرتنا لليوم اللي هي موضوعنا هي الدايجنوزيس. The diagnosis, it is the process which involves the collection of an adequate database of information about the patient and we analyze them. شنو يعني؟ احنا بالتشخيص لازم نجمع معلومات من البيشنت نفسه. يدخل البيشنت اول شيء نسمع من عنده، نسمع الهيستوري شنو المشكلة اللي يعانيها، وبعدين احنا بالفحص مالتنا شيء يعتمد عليه وشيء يعتمد على الفحص مالتنا راح تنطلع فد نتيجة أو فد معلومات، على أساسها راح نسوي الـ list of the patient's problem اللي على أساسها نسوي the treatment plan مالتنا. طبعاً الـ diagnosis بالأورثو يختلف عن بقية فروع الدنتستري بصورة عامة. يعني مثلاً بالأوبراتيف يجي كيريز إريد فولينج، مثلاً بالبريو بليدنج جام يجي أو كالكولاس إريد سكيلينج. بالاورثو يجي البيشنت مدى يعرف هو، يعني يقول لك انا اسنوني مخربطه، بس مدى يعرف بالضبط شنو يراد له وشنو ما يراد له. احنا هنا لازم نعرف شلون نشخص ونعرف شنو المشكله مالته وشنو سبب هاي المشكله، ولازم نلغي السبب اللي دي يؤدي الى هاي المشكله. يلا نسوي التريتمنت. كثير مرات بيشنت تعالجهم وما تعالج الكوز اوف ذا بروبلم ويصير عندنا ريلابس. حسب الدايجنوزيز عندنا two types of AIDS. يعني شنو؟ يعني عندنا essential AIDS وهي العوامل الأساسية بالتشخيص اللي تتضمن شنو هاي؟ أول شيء الكيس هيستوري. الكيس هيستوري راح ندرسها بالتفاصيل، تتضمن اسم البيشنت وعمره، هو ذكر له أنثى، مكانه بعيد أو قريب، زين شنو شغلهم. هذا الكيس هيستوري هو فد شيء احنا ناخذه من البيشنت، هو يعني فد شيء ثوابت عند البيشنت. الكلينيكال اكزامينيشن ثاني شيء، يعني كل كيس اورثو لازم بيها هذه الاشياء اللي هي كيس هيستوري، ثانيا كلينيكال اكزامينيشن احنا نفحصها للبيشنت. البيشنت بالاورثو نفحصها 3D، نفحص الريليشن انتيرو بوستيرير، لان قلنا احنا نشتغل بالاورثو انتيرو بوستيرير ونشتغل ترانسفيرس ونشتغل فيرتيكال. فنشوف هنا الخلل بيا ليفل عنده، هل هو بالفيرتيكال، هل هو بالهوريزونتال، هل هو بالساجيتال اللي هو انتيرو بوستيرير، وين الخلل عنده حتى نعرف نحله. ثالث شيء لازم نسويه بكل كيس انه احنا ناخذ ستادي كاست او ستادي مودلز اللي احنا ناخذ امبريشن للبيشنت ونصبر. اكو نقطة لازم تنتبهون عليها، الستادي كاست بيشنت الاورثو اذا كان عنده البروبلم بالارش واحد مثلا، عنده مشكلة خلينا نقول عنده روتيتد ابر سنترال انسايزر، يعني مشكلة وين؟ مشكلة بالماكزيلا، تمام لو مو تمام؟ انا مو اخذ امبريشن بس للماكزيلا، اخذ امبريشن للماكزيلا للماندبل. يعني الستادي موديل لازم عندي ابر ولور كاست واحطهم بالاوكلوجن حتى اشوف شلون اقدر اصلح. النقطه الرابعه عندنا راديوغرافس. راديوغرافس عاده ناخذ بيري ابيكال، قبل كانوا ياخذون بيري ابيكال راديوغراف لكل الاسنان. حاليا من اجت يعني البانوراميك يعني تكفي لهذا الموضوع، لانه هو فيلم واحد راح ياخذ أشعة للأسنان كلها. خامس نقطة الفيشال فوتوغرافس، عندنا external
فوتوغراف وعندنا انترنال فوتوغراف. هاي الاشياء هسه انتم من تدخلون العياده ان شاء الله كل البيشنت لازم عندهم هاي الشغلات، عندهم كيس هيستوري تفحصوا لياهم، كلينيكال اكزامينيشن اول شيء اساعدكم، وبعدين تتعلمون تاخذوا لي امبريشن، صبوا لي ستادي كاست، راديوغراف ناخذ لهم بانوراميك، وناخذ فوتوغراف فيشل. الاكسترنال راح تكون فرونتال وليفت ورايت البروفايل، وانترا اورال راح نلبسه تشيك ريتراكتر ناخذ له بالاوكلوجن همينا فرونتال وليفت ورايت، وناخذ الارش الابر بحد واللور بحد. هذه ويا كل كيس احنا نسويها. اكو سبلمنتال او نون اسينشال ايدز، هنا شنو معناها؟ مو معناها هي مو مهمه، ولكن مو كل الكيسات احنا نستعملها، وانما نستعملها بكيسات خاصه. مثلا اللاترال سيفالومتريك، سيفالومتريك تحدد لي الريليشن بين الماكزيلا والماندبل. فاذا البيشنت كان الريليشن مال ماكزيلا والماندبل نورمال كلاس 1 هذا ما يحتاج لاترال سيفالومتريك. احنا البيشنت اللي عنده سكيليتال مال اوكلوجن يعني كلاس 2 او كلاس 3، يا اما الماكزيلا متقدمه يا اما الماكزيلا متراجعه، فبكلاس 2 قلنا يا اما الماكزيلا متقدمه يا اما الماندبل متراجع. كلاس 3 بالعكس، يا اما الماكزيلا متراجعه او الماندبل متقدم او بوث اوف ذيم. بهاي الحالات احنا راح ناخذ السيفالومتريك. الكترومايوغرافيك اكزامينيشن، هنا أنا حتى نشيك الاكشن اوف ذا ماسلز، من اسمه مايوغرافيك يعني تخطيط للعضلات. احنا نعرف الاسنان قاعده بنيوترال زون بين الاكشن اوف ذا ماسلز اللي هو التانج والتشيك. فاي خلل بهذه الماسلز اي ضعف راح يصير عندي مال اوكلوجن. زين الهاند ريست اكس راي، هاند ريست اكس راي هاي وين مهمه؟ هذه مهمه لما البيشنت اني اعتقد بعد عنده جراوينج، الجراوينج بيشنت انه انا اتوقع بعد هو ما خلص الجروث سبيرت مالته بعده مستمر بالجراوينج، هنا هذا اخذ له الهاند ريست. شنو فائدتها؟ لما يجيني بيشنت عنده سكيليتال مال اوكلوجن وهو جراوينج، هنا اقدر استعمل له المايو فانكشنال ابلاينس. لكن لما يخلص الجراوينج عبر الماكسيمم جروث سبيرت، هنا بعد كل شيء ما اقدر اشتغل على البون بالمايو فانكشنال ابلاينس، وانما انتظر لل 18 سنه يروح على سيرجري او نعالجه كيموفلاج تريتمنت بالاورثو اللي هو تصليح بسيط ما راح يصلح كل شيء. النقطه بعدها اللي هي البيزل ميتابوليك ريت اند انتوكراين تيست، طبعا هاي فحوصات مثلا للجروث هرمون، هنا الجروث هرمون كل شيء ياثر على التريتمنت اوف اورثو. فالناس اللي عندهم ديفكت بالجروث هرمون لا نتوقع انه استجابه للاورثودونتيك تريتمنت راح تكون اقل. الفول ماوث راديوغراف حاليا تقريبا يعني هي هاي الاو بي جي ياخذوها بمكان الفول ماوث، كل سنين كل ثلاثه ياخذونهم بري ابيكال. الشيفت كون تكنيك هسه استعاضوا عنها، هاي يستعملوها حتى يحددون لوكيشن مثلا امباكتد كيناين بالضبط وين صاير، بالضبط وين صاير، لانه هاي الاشعه هي نفسها البري ابيكال ال 2 دي. بس السي بي سي تي هسه حلت محلها اللي هي 3 دي، هنا بس ناخذ هاي الاشعه راح تطلع كل شيء، مكان الكيناين، مكان اللور 8 الامباكتد، كل الاشياء راح تطلعها، البوزيشن مال التيث مثلا منو فوق منو منو كلها راح يطلعها. السي بي سي تي تقريبا حل المشكله مال الاكس راي كلها. بس المشكله شنو؟ هنا المشكله انه هو ما متوفر بكل مكان، مو كل العيادات بها سي بي سي تي، والكلفه العاليه له. فاذا بيشنت احنا ما نحتاج لسي بي سي تي ما ندز على سي بي سي تي. وقسم ان البيشنت يحتاجون رنين حتى نتاكد من السوفت تشو مالتهم، فهاي مو كل كيس ناخذها. هسه راح نبدي بال كيس هيستوري. انتوا اول ما راح تدخلون للعيادات اللي عنده بيشنت اقول له جيب الكيس شيت، هذه الكيس شيت اللي راح تجيبوها. الكيس هيستوري قلنا هي اشياء تخص البيشنت. شنو بها الكيس شيت؟ اول شيء النيم اوف ذا بيشنت، نيم اوف ذا بيشنت. يعني البيشنت يعني افضل انه اني من اتكلم ويا الانسان اصيحه باسمه.
أحمد، محمد، علي. هاي الأسماء اللي أصيح رأساً أصيحها باسمه، هو تشوفه راح يركز وياي، راح ينتبه أكثر، كوميونيكيشن بيني وبينه راح يصير أكثر. حتى أنتم كطلاب اللي أصيحها باسمه مو مثل ما واحد ما يعرف اسم الطالب، فأنتم من تجيبون البيشنت رجاءً حفظوا اسمه. من أجي أقول لك البيشنت مالك شو اسمه، مو تباوع على الكيس شيت يلا تقول لي احفظه، انتم اصلا عندكم بيشنت واحد مو صعب ينحفظ. يا به شنو اسم البيشنت؟ بيشنت فلان. من تحكي يا تقول له محمد ترى انت هيك وهيك هيك عندك، محمد ترى انت لازم تلتزم بالعلاج، هو راح يستجيب اكثر، الكوميونيكيشن يصير احسن. الايج اوف ذا بيشنت، شلون هنا مهم الايج اوف ذا بيشنت. احنا هنا نعرف عندنا بالاورثو اكو مايو فانكشنال ابلاينس واكو فيكست ابلاينس وريموفابل ابلاينس. لما البيشنت عنده مشكله بالسكليتال، يعني مال اوكلوجن عنده، هذا شلون احنا نعالجه؟ في حاله هو جروينج احنا كلش نقدر نعالجه بالمايو فانكشنال ابلاينس، لكن اذا البيشنت ادلت عبر على الجراوينج بعد صار ادلت، نانا السكليتال بروبلم اذا كانت سيفير ما لها غير السيرجري، بس اللي عندنا المودريت والمايلد نقدر نحلها بالاورثو ابلاينس، الاستكس بين الابر واللور، هذا اللي نسميه احنا كيموفلاج تريتمنت. ما راح يعالج البون بس راح يرتب الاسنان بطريقه انه تغطي لهذا المال اوكلوجن، ما يكون واضح لهم يعني للناس، مو مثل مثلا واحد كلاس 3 وعنده اندر بايت اللي هي انتيريور كروس بايت، وظل عنده سنترال انسايزرز اللور قدام اللور الابر. انا شو اسوي هنا مرات؟ نسوي اذا هي مو كلش سيفير الاوفر جيت مثلا، خلينا نقول صفر اللي هي صار اتش تو اتش، او ناقص واحد، مو ناقص ستة وناقص سبعة، لا ناقص واحد الاوفر جيت، يعني اللور متقدمه على الابر، هنا نقدر مثلا نشلع التو فورس ونسحب الاسنان ونسوي ريتراكشن شويه للماندبل بالالاستكس. بس في حاله السيفير كيس لا. الايج شنو مهم عندنا؟ هسه تو ما يجيك البيشنت، مثلا يجي بيشنت عمره 5 سنين، ويجيك بيشنت عمره 12 سنه او 10 سنين، وبيشنت الاخ عمره 15 سنه. بيشنت ابو 5 سنين ايش اتوقع اشوف؟ اتوقع اشوف عنده الديسيديوز دنتيشن طبعا. شنو البروبلم اللي اتوقع انه اشوفها؟ مثلا عنده فد باد هابت، مثلا ثام سكينج، جايين دي يعالجوها. زين ابو العشر سنين هذا ميكس دنتيشن، قد يكون عنده كروس بايت، قد يكون عنده يعني هوايه اشياء. اما ابو ال 15 سنه فهذا بعد بيرمننت دنتيشن، الا طبعا اكو استثناءات بس احنا نحكي بصوره عامه. زين السكس اوف ذا بيشنت شنو المهم؟ اذا تتذكرون العام قلنا الفيميل الماتوريتي مالتها قبل الميل تقريبا بسنتين، فهاي هم لازم ناخذها بالحسبان لما ناخذ الايج مالته، لما ناخذ السكس مهم هاي الشغله. الاوكيوبيشن، هنا نريد نعرف هو مثلا شو مخلص تحصيله الدراسي او شو اشتغل، حتى نعرف شلون نتفاهم وياه باللغه مالته. اللغه مالته يعني مثلا اذا هو انسان بسيط انا ما اقدر اقول له مثلا شيء اصعب من عنده، لما هو يكون لا مثقف اكثر اقدر افهمه اكثر شلون مثلا راح نعالجه وشنو الاشياء. واحنا مجبرين بكل الاحوال نشرح لكل المرضى شنو مشكلتهم وشلون راح نعالجها، ولكن هنا طريقه الشرح واستعمال المصطلحات يعني شلون كل واحد لازم نحكي وياه بمستواه. لما يكون هو تحصيله الدراسي قليل مثلا وثقافته قليله، احنا لازم ننزل لهالمستوى ونحاول نفهمه الموضوع. نقطة الادرس، هنا شنو الأهمية مالته؟ يعني بيشنت عندنا من غير محافظة، وبيشنت عندنا قريب نفس المنطقة، منطقة شوية قريبة. هنا التريتمنت راح تختلف شلون الديزاين مال التريتمنت. إذا تتذكرون العام من أخذنا الفينجر سبرينج والموديفايد فينجر. الفينجر سبرينج قلنا الاكتيفيشن مالته كل اسبوع، كل الثلاث اسابيع الى اربع اسابيع، لانه الجيج مالته 0.6 والقوه مالته قويه. بينما الموديفايد فينجر جيج مالته 0.5. زين
وهنا لازم وين نستعمله؟ تذكرون طلاب وياي؟ صار شوية مشاكل. طلاب انتوا يا عيني حلو. اي دكتورة قلنا المودفايد المودفايد مودفايد فينجر الجيج مالته 0.5 زين، نقدر نسوي اكتيفيشن قوي لانه ما يؤذي السن وننطي موعد اطول، فالبيشنت اذا بعيد نحط له مودفايد فينجر، البيشنت اذا قريب لا نحط له سمبل فينجر لان الابوينتمنت راح تكون اقرب. زين هسه راح نحكي عن الاثنيك اوريجن، هنا أنا شنو الاهميه البي؟ يعني انتم شايفين التشاينيز وجوههم شلونها؟ كلهم عريضه دش فيس نسميهم، دول موستلي كلاس 3، فالاثنيك هنا ياثر عندنا، الاثنيك ياثر. بالنسبه للدايت هنا أنا عنده اذا عنده اترشن بالاسنان، اذا كان الاكل مالته قوي او سوفت، الفون نمبر طبعا حتى نتصل بالبيشنت مثلا عندنا شيء وياه اريد ناجل موعده، فهاي الاشياء كلها بالكيس هيستوري. النقطه الثانيه موجوده همينه بالكيس شيت مالتكم، تشيف كومبلين مال بيشنت، تشيف كومبلين هنا تشيف كومبلين لازم احنا نسجلها في البيشنت اون وورد، يعني يجي البيشنت او البيشنت اني من يطب لازم الى ان يقعد على الدنتال تشير اني اباوع حركته مشيته اكو ابنورماليتي اكو فشي كله اراقبه، يقعد اقعد احكي وياه اساله طبعا اسمك وشي امليش، لما اوصل للتشيف كومبلين اساله اقول له شنو اسنانك، شنو المشكله باسنانك او باسنانك، شنو اللي تريدين نسوي حتى نفتهم، لان مرات يردون اشياء ما ممكن تتحقق بالاورثو، مثلا يريد يغير شكل الاسنان شكلها ما عاجبه هذا مو بالاورثو، فالتشيف كومبلين احنا لازم نسمعها in the patient's own words. اني مثلا اسنوني طالع لي قدام، اسنوني راجع لي ورا، اسنوني عوجه، اسنوني صغار، اسنوني كبار، فحتى افتهم هو ايش يريد، لان مرات اشياء ما يحققها الاورثو، افتهم شنو اللي يريد على اساسه حتى اعالج. احنا عاده ليش نعالج اورثو؟ اذا تتذكرون العام اما عندهم سايكولوجيكال بروبلم، هواي ناس يجون يقولون لي انا ما اقدر اضحك، انا من اضحك احط ايدي على حلقي، ليش؟ لان اسنانه مسببت له فتح حرج. زين مرات عندهم مشكله بالتشوينج، بالتشوينج عندهم بري كونتاكت زين، فيسوي شيفت ما يقدر ياكل براحته. زين مرات عندهم مثلا الاسنان ما مترتبه، هو يقول لك انا اسناني ما مرتبه اريد ارتبها، فكلها هذه عباره عن استاتيك، يعني هي الكوزز مال تريتمنت يا اما سايكولوجيكال، واكثرهم يجون على الاستاتيك طبعا رير اللي يجون على الفانكشن. زين مرات يعني يجون على الفونيتيك، احنا حرف الحروف الصوتيه اللي هي السين والشين والصاد احنا والبروستاتيك مشتركين بها، اذا الاسنان مو بمكانها الصحيح ما راح تطلع هاي الحروف بلفظها الصحيح، فاحنا لازم نشوف شنو المشكله مال بيشنت. هو يجي مراني مره واحده بيشنت قالت لي ما لفظ الحروف صحيح، بينما يجوني يعني 95% يقول لي انا اسنوني مو حلوه اريد اضحك اريد ابتسامه، فهي موستلي استاتيك، بس هاي كل الاسباب اللي احنا نسوي عليها اورثو. الميديكال هيستوري مالته نشوف هل هو قبل داخل المستشفى، شنو سبب دخوله المستشفى، زين يجوز اشياء تتعارض ويا الاورثو نفتهم شنو حالته. هاي طبعا اكو محاضرات كامله عنها ميديكال كومبرومايز بيشنت، اذا عنده كرونيك ديزيز مثلا دايابيتس مثلا كاردياك بروبلم، هذول عندهم مو بنعالجهم بس لازم عندهم يعني ميجرز خاصه من نعالجهم. يعني الدايابيتيك بيشنت انا ادري انه عندهم مشاكل بالسبورتنج بون بالبريدنتال، عندهم فد بريدنتال ديزيز، لما اجي اسلط الفورس لازم انا كلش اكون حذره وكلش على كيفي، لانه هم اصلا عندهم مشكله بهذا الموضوع، انا اجي احرك الاسنان فلازم اسلط فورس خفيف، مراقبه مستمره وياها لازم موتيفيشن، فرش مضمض فرش مضمض، كل فيزت اني
اشوف الوضعيه مو اوكي، فرش مضمض، حتى هنا لا يصير عند، اقول له ترى انت لو تعدل راح تفقد اسنانك، انت عندك سكر، مو سهله الوضعيه. طبعا بصوره عامه بيشنت الاورثو احنا لازم موتيفيشن وياهم. اهل الكاردييك بروبلم نفس الشيء، نشوف شنو المشكله اللي عندهم على اساسها نتصرف. زين الالرجي، الالرجي ناس عندهم الالرجي لللاتكس اللي هي احنا الالاستكس مال اورثو هاي بالفيكس ابلاينس، والنيكل اللي هو البراكيتات المصنوعه من عندها، هذول ما اقدر احط اللي عندهم هاي التحسس من هاي المواد، ما اقدر استعمل لهم هاي الاشياء. اكو مواد خاصه اللي اهل الحساسيه. اهل البلاد ترانسفيوجن هذول هم لازم اشيكهم، هذول اخاف جاهم مرض بالبلاد ترانسفيوجن، فكل واحد حسب الحاله مالته الطبيه. اهل التونسيلكتومي ادينويد هذول مثلا عندهم مشكله بالبريذنج، يصير يفتح حلقه ويتنفس خشم عنده مشكله، فهذا راح يصير عندي نارو ماكزيلا، كلها لازم اعرف شلون شنو المشكله عنده. السيستمك مرتبطه عندي وياي، يعني انا مدى اعالج سنون وحلق بوحده، هذا هيومن بين كامل هو وحالته كلها. بالنسبه للدنتال هيستوري، هسه ذاك كان الميديكال، الدنتال هيستوري لازم ناخذ بري نيتال هيستوري. تشوفون هاي الصوره واضحه عندكم؟ طلاب جاوبوني، يعني صوتي واضح؟ اي دكتورة واضح. الصورة ده تشوفوها عيني؟ اي دكتورة كل شيء واضح، كملي عشتي. يعني هذا البيشنت هذا ديورينج ديليفري، هذا فورسبس ديليفري، يعني فتشي فورسبس يجي يضغطون يعني الطفل هنا في الديفيكال ديليفري، فيجي بالفورسبس يضغطوه بالفورسبس ويسحبوه سحب، هذا الفورسبس يضغط على الراس فراح يسوي لي انجري بالتي ام جوينت. بعد صار عنده انكيلوسيس، جروث وجهه كله طبيعي بس الماندبل ما بي جروث. ليش؟ لان هنا الجروث سيلز تدمرت، الدليفري كان بيها تروما، فهذا خطيه عنده مشكله، هذا ما يحل الا سيرجري ويضيفوا له عظم وترقيع عظام من هالسوالف. البوست نيتال هيستوري نفس الشيء، من هنا اذا هو اصلا الطفل تعرض الحادث، تعرض مثلا دي يلعب طوبه جت الطوبه ضربته وقع هيك سوالف، هم اذا ضربت التي ام جوينت هم نفس الشيء راح تسوي لنا مشكله. ونشوفهم اذا عنده هابتس باد اورال هابتس، اذا هو عنده تانج ثراست، اذا هو عنده ثم سكينج، هاي كلها تاثر على الاوكلوجن، كلها خلقت لي ديس هارموني بالمسلز. من صار ديس هارموني بالمسلز الاسنان ما قعدت بالمكان مالتها. الفيدنج ميثود هم مهمه، اذا كان بريست فيدنج او بوتل فيدنج، الديوريشن ماله مهم، الفريكونسي مهم، كله احنا ان هذا كل الاكشن بالمصل اوف ماستيكيشن اللي هي تاثيرها مباشر على التيت راح تؤدي لي الى مال اوكلوجن. هاي قلنا هو الدنتال هيستوري، يا اما يكون عنده تروما، ونشوف اذا عنده ريستوريشن، هاي كلها عندكم بالكيس شيت لازم تترسوها، باوع تفحصها، اكو اسنان عندها محشايه تكتب مثلا لور 6 كلاس 1 مثلا لور 5 مثلا كلاس 2 ام او دي او فولينج هيك شيء. زين عنده بريودنتال تريتمنت متعالج، هل هو مسوي اورثو سابقا او لا؟ هاي كلها لازم نعرفها بالدنتال هيستوري. انا كلها دا احكي كيس شيت، رجاء طلاب حتى لما نجي نترس الكيس شيت تعرفوها. الفاميلي هيستوري هم مهم، تشوف عوائل عندهم يعني فد شيء مال اوكلوجن، كلهم يعني مو كلهم بس فد نسبه موجوده، مثلا الكليفت ليب اند بلد عاده موجود فد فاميليار تندنسي بي، مثلا الهيريديتري ديسكناثيك، شنو يعني ديسكناثيك؟ يعني عدم توازن بين المكزلا والماندبل. عندنا الكلاس 2 ديف 2، يعني احنا مرات يجي البيشنت تشوف امه او ابوه او اخوه نفس المال اوكلوجن، فالفاميلي هيستوري مهم، هل انه موجود عندهم كلاس 2 ديف 2؟ عندنا السكليتال اوبن بايت هم بي هيريديتري، زين الباي ماكزيلاري بروتروجن، هاي لسنهم الابر واللور متقدمه. اكثر شيء هيريديتري موجود عندنا السكليتال كلاس 3، هذا اكثر شيء هيريديتري. ورا ما خلصنا هاي الاشياء سالناها للبيشنت، هاي كانت اسئله مباشره للبيشنت مثل الانترفيو، قاعد على الدنتال تشير وبيدنا الكيس شيت ونكتب.
خلصنا هاي المعلومات من عنده، يا بعدكم احد بالعائله مثلك ما ادري شنو عمره تروما ما اعرف شنو، كلها هاي اللي حكيتها هاي كلها ناخذها معلومات من البيشنت. راح نجي هسه على كلينيكال اكزامينيشن، كلينيكال اكزام راح نبدي احنا نفحص. شلون راح نفحص؟ اول ما يجي اول شيء جنرال اكزامينيشن، من يفوت البيشنت اني اباوعه من يفوت قلت قلت لكم اول ما يفوت البيشنت الى ان يجي يقعد على التشير انتبه عليه، البادي بولت مالته شلون، حركته طبيعيه، عنده ابنورماليتي، زين من اعرف عمره اباوع هل عمره متناسق ويا الشكل اللي دا اشوفه او اكو ديفكت او اكو لا اشوف اكو ناس ناعمه ناس ضخمه، هاي اشياء تاثر. شنو هنا هسه احنا عندنا البادي بولت. زين البادي بولت اول شيء اكو عالم اسمه شيلدون قسم البادي الى ثلاث مجموعات، البادي بولت يعني قال يا اما هو ميزومورفيك اللي هو الافرج اللي هو الانسان الطبيعي، او هو اكتومورفيك اللي هو تول اند ثين، او الاندومورفيك اللي هو شورت اند اوبيس. هذه تقسيم البادي بولت العالم اللي سواه من هو شيلدون. هذا البادي بولت شوفوا عيني هسه احنا هذا الوسط هو الطبيعي اللي هو ميزومور، وعندنا الاكتومور هو الطويل. طبعا انتوا هسه تشوفون تقولوا هسه ما كلهم نفس الطول، صحيح، بس احنا شنو نقصد كبنيه؟ كبنيه يعني هسه هذا يعتبر طويل بالنسبه للبنيه مالته، هذا الافرج، هذا لا يعتبر اوبيس. فهي مو معناها الا لازم شرط يكون قصير وسمين وطويل ورفيع، بس هي هاي البنيه مالته، هاي البنيه هسه احنا ايش راح تاثر. طبعا هاي همينة صورة تبين لنا البادي تايبس، الوسط اللي ميزومورف هو النورمال، هذا النورمال. اكو علماء اثنين مارتن اند سيلر بال 57 سووا دراسة على الجثث، على سكال مال الجثث، طلعوا لنا فد نسبة اللي هي شلون طلعوا معادلة ماكسيمم سكال ويدث على الماكسيمم سكال لينث، تطلع عندنا فد ارقام، طلعت عندنا فد ارقام. هذه الارقام على اساس قسموا الوجه، قالوا باعوا هذا شلون ماكسيمم سكال ويدث قسموه على الماكسيمم سكال لينث، طلعت عندنا هاي الوجوه شوفوها عندنا، طلع عندنا الاندكس فاليو. يا اما هو ميزيوسيفاليك، هناك كان ميزومورفيك الجسم، هذا ميزيوسيفاليك، هذا الافرج اللي هو النورمال من 76 الى 80.9. زين البريكيوسيفاليك منو؟ بريكيوسيفاليك اللي هو شورت وبرود سكال، هذا الرقم مالته، الرقم مالته عبر 80.9 صار 81 الى 85، من عبر ال 85 ونص صار هايبر بريكيوسيفاليك يعني كلش برود وشورت فيس. اما الدوليكوسيفاليك فهو اللونج فيس اللي هو القيمه مالته 75.9 او اقل. نفسهم ذول العلماء سووا دراسه ثانيه على الليفينج هيومن، هنا ايش اخذوا؟ اخذوا المورفولوجيكال فيشال هايتس اللي هي الديستنس بتوين ذا نيزيون اند جناثيون على البايزايكوماتيك ويدث اوف ذا فيس، يعني الوجه اخذوا طوله قسموه على عرضه، راح تطلع عندنا ارقام، على اساس هاي الارقام قسموا الوجه، راح نشوف هنا هاي الاربع نقط، هذا النيزيون جناثيون، وهنا الزايغوما والزايغوما، فلذلك يسموها باي يعني ثنائي باي زايغوماتيك بوينتس، هذه النيزيون هذه الجناثيون، سوى هذا الخط يقسمه على هذا الخط. زين عيني راح يطلع لي فد رقم. باعوا نيزيون اند جناثيون اللي هو الهايت يقسمه على الويدث. شو راح تطلع عندي؟ راح تطلع عندي ارقام على اساسها قسموا الوجوه، قسموا الوجوه. نفس الشيء ميزيو بروسوفيك افريج، ميزيو بروسوفيك كله ميزو يعني هو الافريج، افريج 84 الى 87.9. زين اليوروبروسوفيك زين والهايبر يوروبروسوفيك، هذا كلش لو، هايبر كلش لو، هذا لو
هذا كلش لو زين. الليبتو هو الهاي فيس يعني طويل، وجهه طويل. الهايبر ليبتو بعد اطول. اذا احنا من النص هذا الافرج، هنا الاطول، هذا كلش اطول، هنا الوجه القصير، هنا كلش قصير. واضحه الفكره عيني طلاب؟ اريد احد يحكي وياي. واضحه المعلومات الدانطية عيني؟ واضح دكتوره. نعم دكتوره. عندكم سؤال؟ لا لا تمام وياك دكتور. تمام. هي هاي الفيشل فورم باعوا عيني. الاي هو الميزيومورفيك، ميزيومورف زين عيني. وبعدين راح نجي على اللونج فيس، العفو هذا البرود، هذا البرود باعوا زين، واللونج فيس. هنا انا اوضح الصوره، هذا الافرج، هذا اللونج. بعد كله تلاعب بالكمبيوتر فوتوشوب، هي نفس البيشنت، بس مجرد يقسم هاي على هاي. من تطلع اقل يطلع عندنا برود فيس، يطلع هذا النورمال. اقل منه برود، اعلى من عنده يعني هو لونج فيس. اوكي هسه حتقولوا لي شنو علاقتنا احنا بالفيس؟ لا احنا لنا علاقه كلش كبيره بالفيس. باعوا الارش فورم، شنو علاقته بالفيس؟ هذا احنا عندنا اذا هو الفيس عريض، الفيس عريض، الارش ماله هم راح يكون برود، هم راح يكون برود وعريض تقريبا، باعوه مستطيل مو ارش. هنا النورمال طبعا، هاي اول صوره هو الميزوسيفاليك، هاي الصوره مالته، هذا نورمال، هذا الارش الطبيعي. لما يكون الوجه لونج، باعوا الارش شلون يكون لونج ونارو، لونج ونارو. هذا شنو يفيدنا؟ يفيدنا بالتريتمنت بلان. يعني هاي هسه النقطة كلش مهمة، انتبهوا عليها، ركزوا وياي. اجانا بيشنت اللي هو بريكسيفاليك، بريكسيفاليك زين، وعنده كراودنج بالتيث. ركزوا وياي طلاب، سؤال راح اسألكم اياه اريد جواب عيوني. بريكسيفاليك بيشنت هاف كراودنج اوف ابر تيث زين. احنا الكراودنج قلنا نحله يا اما بالاكسبانشن يا اما بالاكستراكشن. براكيسيفاليك بيشنت شلون نحل الكراودنج ماله، اكسبانشن لو اكستراكشن؟ جاوبوني طلاب. اكستراكشن. اكسبانشن اكستراكشن، لان ما يتحمل اكسبانشن بعد، هو اصلا هو اصلا وايد، شلون اسوي له يعني بعد؟ لا 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 حبيبتي، اوكي اوكي افتهمت ايش تقصدين. هو المفروض يكون وايد، بس هو عنده مال اوكلوجن، عنده كراودنج، بعد شكل الارش مو هو الطبيعي. شكل الارش مو هو الطبيعي، صاير كراودنج، ما باقي برود. اها ما باقي برود، وهو يتحمل ما باقي برود. اي افتهمت، انت ما فهمت السؤال دكتورة. يعني اسوي لك اكسبانشن يتحمل وترجع على ثاني المكان. ممتاز ممتاز. هنا انا اسوي لي اكسبانشن، احنا من صار عندنا مال اوكلوجن، انتبهوا عيوني طلاب، احنا هذا الكيس هذا النورمال، نورمال ماكو مال اوكلوجن، بس من عنده مال اوكلوجن بعد الشكل هذا ما صار برود. انتم صحيح كانت ملاحظتكم انه برود ما سوى اكسبانشن، ممتاز وعاشتيتكم، بس هو عنده مال اوكلوجن عيني مو نورمال. فهنا انا بهالحاله بالبرود فيس دير بالكم ما اسوي اكستراكشن، اسوي اكسبانشن زين. اندكيشن للاكزو. نعم انطينا كيس هسه اندكيشن للاكزو على مود نفتهم شنو غرضه. تدلل والله، بس ما محضره لكم اياها، تدلل ما محضره، ان شاء الله خير. اوكي فاما البيشنت اللي هو دوليكوسيفاليك، دوليكو طويل، دوليكوسيفاليك الوجه مالته طويل، هنا اذا عنده كراودنج شو نسوي له؟ اكزو اكزو اكستراكشن. لان اذا واحد تعرضوا له فكه وهو وجهه قصير راح يطلع نشاز الاورثو كله هارموني، اي ديس هارموني. احنا ما نبع بس على سنون عيوني، ديروا بالكم كل كيس بكيسها، ابد ما مباوع بس على السنون، مباوع على السنون، مباوع على السوفت شو، مباوع على الفيس، كله متناسق، لازم كله احنا نحله. هوايه ناس يحلون المال اوكلوجن يباوع بس على التيث وما يباوع على البيشنت نفسه خطيه، ويسوي له مشاكل كلش هوايه. فديروا بالكم.
احنا هنا لازم البيشنت يكون بتناسق كامل كامل. فاذا هو عنده مال اوكلوجن اسنانه هاي متراكبه فهذا شكل الارش ما ظل هيك من صار تراكب عندي ما بعده وايد، المفروض الطبيعي يكون وايد. من صار مال اوكلوجن لا صار عندي كراودينج ما صار هذا الشكل. هو طبعا هو مو قانون، احنا كل ما واحد يجي وهو عنده كراودينج ووايت فيس يعني أنا خلاص انتهى لازم أسوي إكسبانشن. أكو عوامل أخرى بس أنا دا أنطيكم فد بيزلاين. يعني إذا هو أصلاً برود صحيح هو برود بعد شعرضة، فهاي الأشياء بس إحنا بصورة عامة دا ناخد بس هاي المعطيات اللي عندكم هيش تشتغلون، بس إحنا أكو معطيات أخرى هم عندنا. هسه عندنا الاسسمنت اوف فيشل اسيمتري. طبعا احنا كلنا اذا نحط نفسنا تحت الميكروسكوب وجهنا الايمن مو بقد وجهنا الايسر ولكن بدرجه خفيفه جدا قليله جدا غير ملحوظه غير ملحوظه، لكن اكو حالات يصير بيها الاسيمتري كلش واضح. يعني اللفت مو مثل الرايت شوف وجهه اعوج. من هي هاي الكيسات؟ هيمي فيشل هايبرتروفي. يعني شنو؟ يعني احنا هنا عندنا مثلا واحدة من الكوندايلز بيها اتروفي، مشكلة ما صار بيها جروث وجهة طبيعية، راح الفيس ينمو من جهة جهة اللخلاء. كونجنيتال ديفكت، هو اصلا عنده بالجينات مشكلة هي هم نفس المكان ده تأثر عليه، بس شنو هي الامراض تسوي لها هاي الشغلة؟ يونيلاترال كوندايلر هايبربليجيا، بالعكس صار عندي كوندايل بيها جروث اكثر من اللخة. هذيك الاتروفي واحدة اقل من اللخ، الهايبر اكثر من اللخ. يونيلاترال انكيلوزز، يونيلاترال انكيلوزز هي هاي قلنا تروما صارت الجهة واحدة صار عندي انكيلوزز بجهة واحدة خلاص بعد الجروث سيلز ماتت بعد ما صار عندي جروث بالماندبل. ماندبل الجروث ماتت موستلي ان ذا كوندايل، فجزء مهم من الجروث بالهيد اوف ذا كوندايل. تتذكروا شنو كان كارتليجينوس لو لو سكليتال الجروث مالته بالكارتليجن في الكوندايل كارتليجينوس عيني عافية كارتليجينوس شان ممتاز مو اوسيوس باعوا هذا الشكل ده شوفوا عيني باعوا الاسيمتري هاي عدلوه بعدين شوفوا هنا باعوا هذا الجروث هنا قد يكون هذا الطبيعي الله اعلم هنا هايبرتروفي قد يكون هذا الطبيعي وهنا صار عندي انكيلوسيس. المهم هاي الجهه الجروث مالها اقل من هالجهه بس منو السبب؟ آه طبعا لازم نحكي ويا البيشنت نسوي لها انترفيو نفحصها ونعرف. بس انا اللي عندي هاي الجهه مو مثل هاي الجهه، هذه هنا طبعا هي ادلت بيشنت هاي ماكو غير السيرجري تعدلها. بعد ما نتعدل الوجه واضح هسه عندي الاسيمتري عيني والله زين انا شلون افحص الاسيمتري بالعياده من يجيني البيشنت شلون تتوقعون اقدر افحصه شلون ابا على البيشنت حتى اعرف عنده اسيمتري ابا على من كل الجهات دكتوره غير يعني قصدي لا عيوني هسه انت هاي الصوره عندك بس من الوجه هي عاد هذا تعرفيني يا اسيمتري فيس تو فيس مبين عنده هي صايره الليفت اي بس مو كل الجهات مو كل الجهات احنا هاي الصوره عندنا فرونتال احنا دنباع عليها وهي دتباوع علينا تمام دكتوره يا اما اباوع من الامام وجها لوجه مو قاعده على الشير وباوع له من صفحه لا اقول له اتعدل واباوع له يا اما اني مع الشير واني ارجع من ورا الهيد ريست زين واباوع له اقلب الشير يسموها بيرد فيجن اخليه هو لاينج على الراس على الهيدرست واباوع يبين عندي هاي الجهه عن هاي الجهه يا هو اللي بيها جروث غير يختلف عن الثانيه فنقدر بالفوتوز نقدر مباشره نباوع نقدر بيرد فيجن اللي هو نيم البيشنت ونباعه من فوق راسه اوكي احد عنده سؤال هاي الفحوص راح تسووها يعني من يفوت البيشنت مفهوم دكتور واضحه اي نعم واضح اوكي الفيشل بروفايل شلون نفحص الفيشل بروفايل نبين احنا شلون ناخذ له صوره بروفايل نقول اعطينا بروفايلك من السايد زين
نقول للبيشنت باوع بحيث تكون عينه عدلة، يباوع حط له فد شيء إذا كلش ما يركز، إحنا نعدل وجهه ناخذ له صورة أو إحنا نشوفه، فنقدر نشوف الفيشيال بروفايل مالته. الفيشيال بروفايل عندنا شغلتين، أما إحنا شم عبارة عن لاينين، لاين جوينينج ذا فورهيد and the soft tissue at point A، واللاين الثاني joining point A and soft tissue on pogonion. ما افتهمتوها؟ لا دكتورة ما افتهمنا. هسه قل اشرح الصورة وارجع. هيات بوعوا لي عيوني من الفورهيد للنقطة A، هاي نقطة A، واضح؟ اي نعم واضح دكتورة، كمل. اللاين الثاني من نقطة A للشن، واضحة؟ اي نعم. اها هذا الخطين هذا وهذا راح يحددوا لي البروفايل. هسه هذا اللي عندي كونفكس اللي هو سكليتال كلاس 2، هذا كلاس 1 باعوا ستريت يصير، وهذا سكليتال كلاس 3 اللي هو كونفكس. اوكي شفتوا هاللاينات الستريت؟ اوكي الستريت قلنا شنو؟ ستريت شنو؟ كلاس 1. كلاس 1 معنا على الدايفرجنس. خل ارجع. والكونكيف كلاس 2. كونكيف كلاس 3. كلاس 3 عندكم رقم سي يمكم. كلاس 3. كونفكس كلاس 2. كلاس 2 شنو؟ سكريتال. كلاس 2 ديف 1 در بالكم. ديف 1 اوكي مفهوم. مو ديف 2، ترى ديف 2 تخدعنا لانه الاوفر جيت ماله طبيعي. تتذكرون الفرق بين ديف 1 وديف 2؟ تتذكرون عيني؟ الو anyone hear me؟ ديف 1 كان عندنا الابر انتيريور تيث بروك لاين، بروك لاين اوكي. ديف 2 الابر انتيريور تيث ريتروك لاين، فعندهم نورمال اوفر جيت لكلاس 2 ديف 2. ذكرتوها للمعلومه؟ نعم دكتور. نعم دكتور. ماشي البروفايل الثاني نسميه الفيشيال دايفرجنس. الفيشيال دايفرجنس يا اما انتيريورلي يا اما بوستيريورلي. هنا الريليشن الاساسي هو الفورهيد، نعتمد على الفورهيد. زين فاذا anterior divergent اللاين راح يكون inclined anteriorly، اما posterior راح يكون اللاين inclined posteriorly، والستريت راح نشوفه عدل الخط slant. هنا هي نقطتين من يمتد من الفورهيد للشن، باعوا هذا هذا الدايفرجنس. طلاب شفتوا لي دايفرجنس عيني؟ دايفرجنس نقطه فوق ونقطة جوا، ما لي علاقة بالمجزلة، ما جاء المجزلة. نقطة فوق ونقطة جوا وأربط بيناتهم. كيش هاي الربط؟ نقطة فوق ونقطة جوا أوصل بيناتهم. أوكي؟ إذن الدايفرجنس نعتمد على نقطتين. البروفايل نعتمد على ثلاث نقاط. البروفايل لاينين من النيزيون للأي ومن الأي للشن. نانا لا مباشرة من الفورهيد للشن. أوكي؟ مفهوم دكتور. واضح يعني؟ واضح دكتور. Thank you. Any question؟ لا دكتورة واضح، بس هي المحاضرة راح تكون recorded يعني راح نشوفها مرة ثانية ولا؟ والله ما أدري، يجوز أسجلها أنا ما أعرف، ما سجلتها، أسجل لكم إياها مو مشكلة. تمام دكتورة، هو لأن هم الحضور يعني قليل، أتوقع مو الكل يعرف إنه المحاضرات جدولها شنو اليوم بعد. ليش أنتوا كان عندكم إندو صارت أورثو ماكو فرق، والبارحة أنا كلكم دخلتكم، هم مو أنتوا اللي دخلتوا على كلاس. أي صحيح. تمام. إن شاء الله خير. دخلت المحاضرة؟ دكتورة فصل الدنات الداخل المحاضرة ورجعت فاتني جزء.
ماشي عيوني اسجل لكم اياها. اوكي دللوا اسجل لكم اياها. شكرا جزيلا وادز لكم اياها. اوكي تمام. ما عندكم سؤال هسه على الحكي اللي حكيته؟ لا دكتوره شكرا. لا دللوا دللوا دكتوره سؤال. ها عيني انه على الكيسات اللي راح نشغلها هالسنه احنا شنو راح نجيب وش وقت تريدين؟ يعني تريدين من اول لاب لو عادي اول لاب بس تفهمينا شنو مو لاب كلينك كلينك اخر سنه. جيبوا البيشنت مالتكم as soon as possible. عندكم بيشنت واحد كيس وحده اكتيفيشن اثنين بس شنو راح ينشلع قلبكم خطايا العام يجيبون البيشنت ويروح. فانتوا ايش قد ما تحصلون من وقت لكم احسن. مو والله انا عندي كيس وحده بالاورثو اجيبها تالي خطيه تورطه ورطه مو العام. العام بالله كورونا وهسه قبلها قبلها كلش تاذوا. فاصلا انا نزلت الريكويرمنت يعني نزلت حتى كان الاكتيفيشن ثلاثه سويت اثنين. مفهوم دكتوره تمام ماشي يعني. بس شنو المشكله انه انتم هذا البيشنت لازم يلتزم وياكم مو مثل الاوبراتيف يسوي حشوه ويروح. احنا مثل البروستاتيك يريد له مالتيبل فيزيت. مفهوم دكتور تمام ماشي يعني. فحاولوا تجيبهم بعدين ما راح تلقون كيسات كلش صعب كلش صعب الريموفبل ابلاينس. بالمناسبه الريموفبل ابلاينس ما يعتمد على العمر. لا تقولوا لي هذا ادلت يصير ما يصير. الريموفبل ابلاينس على شنو يعتمد امي؟ ليش اقول هذا ريموفبل ليش اقول هذا فيكست؟ الشاطر يجاوبني. أريد أحد يرفع إيده ويجاوبني حتى أعرف منو ده يحكي لأن هذا اللي حيجاوبني كل الشاطر. شو راح نرفع إيدنا دكتورة؟ أكو رايز هاند والله. يا أخي رفع إيده. أي. يلا منو هاي مسك ها مسك. دكتورة يعتمد على سيفيريتي مال الكيس ما له علاقة بالعمر؟ لا غلط. أنا ضروان. هنزل إيدي. أنا دروان. يلا منو الشطور لو شطورة؟ دكتورة يعني حسب الانديكيشن مالته إذا كان منو دا يحكي؟ ماكو رايز هاند. منو دا يحكي؟ مان داود. داود شو ما رافع إيدك ليش؟ بلي رافعها بس شوفيها. إيه هسه رفعت إيه. أوكي. أي داود. إيه دكتورة على الانديكيشن مال كيس يعني إذا كانت تيلتد إذا كانت تلتد يعني على شنو يعتمد؟ أنا أقول هذا ريموفبل هذا فيكست. يعني أقصد هسه مثلاً إذا كان تلتد يعني الأبليكيشن مالته إنه ريموفبل مو فيكست. إيه. على أي أساس هو ريموفبل يرهم له؟ يحل المشكلة. وليش ناس ما يرهم لها ريموفبل؟ هسه كيساتي هواي حد يقول لها أقول لكم لا هذا ما يرهم إلا فيكست. ليش؟ يعني مثل ما قالت مسك انه على مود السيفيريتي مال كيس. لا 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 ابدا سيفيريتي ابدا. دكتوره نمبر اوف تيث وتيبنج موفمنت لو بادلي موفمنت. عافيه هاي منو علي كريم؟ كريم دكتوره عافيه علي كريم. تايب اوف توث موفمنت اخذت العام سويت لكم كويزات بالله. شنو التوث موفمنت اللي تسويها الريموفبل ابلاينس؟ تيبنج موفمنت روتيشن ليس ذان 90 ديجري. روتيشن ليس ذان 90 ديجري زين. هاي الشغلتين نقدر نسويها بالريموفابل. بس اذا هو يحتاج بادلي موفمنت انا شلون احركه بالريموفابل؟ اذا هو الروتيشن مالته اكثر من 90 درجه قاعد قاز السن ولا حركه ولا حركه الريموفابل. ماشي؟ ايه ايه تمام. علي كريم احمد شطور ايش تيدك. اوكي هاي اسئله لكم يعني حتى تعرفون شلون الكيسات والهذي. اوكي المحاضره واضحه اليوم الالقاء واضح ان شاء الله خير. اوكي يلا تجلينا يا دكتورة تنسين. شلون عيوني تجلينا يا تنسين دكتور؟ ان شاء الله ارجع اسجلها ان شاء الله ان شاء الله. اوكي يلا عيوني يسعدكم اصور محاضره ثانيه بروستاتيك ان شاء الله ان شاء الله. يلا باي باي دكتوره تسلمين. هلا هلا عيوني دللوا باي باي.